إذن هذا اللقاء هذا مهم، لأن بالنسبة للتشغيل كتعرفوا على أنه الحاجيات ديال بنادنا تقريبا 300 ألف منصب شغل في السنة. هذا القطاع الواعد ديال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة لوحده يمكن يخلق 10% ديال المناصب شغل المباشرة من هنا ل 2030. إذن احنا قدمنا ضمانات للمستثمرين، لأن اليوم هو لقاء جمع المستثمرين، على أنه الحكومة بفضل العرض ديالها في المدونة نتاع الاستثمارات وفي الاستراتيجية الجديدة اللي غنعلنوا عليها إن شاء الله مع قانون المالية في مجال التشغيل كيف ما جاء على لسان السيد رئيس الحكومة، عندنا عدد من الميكانيزمات الخاصة باش نعاونوا التشغيل في هذا المجال. ثانيا تكلمنا مع المستثمرين على الطاقة ديالنا من ناحية التكوين، لأن واخا الناس يبغيو يشغلوا المغاربة مع الاستثمارات ديالهم، راه الا ما كاينوش كفاءات راه ما غيلقاوش الناس الخدمة اللي غادي تناسبهم. وبالتالي قلنا لهم على انه اليوم عندنا واحد العرض تكويني مناسب فيه عدد من المؤسسات المختصة، ومنها ثلاثة المؤسسات كبرى في وجدة وفي طنجة وفي ورزازات، تتسير من طرف القطاع الخاص وتدعم من طرف الدولة، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتكلمنا على الشعب اللي المغرب تيوفرها اليوم وعلى المستوى ديال النضج ديال هاد الشعب بالنسبة للحاجيات ديال هاد المستثمرين. وثالثا قلنا على انه غادي نبقاو في اطار العمل الحكومي ننصت الى الحاجيات ديال القطاع الخاص الوطني والدولي في اطار شراكات كذلك، باش تقدر تكون القدره لمواكبه هاد الورش. بغيت ناكد غير حاجه واحده، مناصب الشغل اللي تيخلقها هاد القطاع هي تقريبا 30,000، هذه المناصب المباشره، ولكن ما تنساوش ان المناصب غير المباشره والمناصب التي تنتج زاندوي لي بوست انديريكت اندوي راه هي اكبر بكثير. وبالتالي التنسيق ما بين مختلف الفاعلين لا حكوميين ولا غير حكوميين هو مهم باش نقدروا نوصلوا لهذه الاهداف. وكنظن على انه الرساله وصلت للمستثمرين، يعني اليوم كان 1500 ديال المشاركين واغلبيتهم من القطاع الخاص، باش يعرفوا على ان الحكومه المملكه المغربيه جاده في هذا المجال وان البرامج ديالها برامج عمليه. وكنظن على انه هذه بدايه اللي غادي نقدروا نتوجوا بها واحد المسار ديالنا ان شاء الله كبير، اللي كيف ما كتعرفوا ناتج عن الرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو في هذا المجال.